يعني هو بيان ولا مش بيان ولا ايه بالظبط؟ ولا يعني دلوقتي التوهانه بقت اتنين، هل الخارجيه طلعت بيان فعلا اللي نشرته الوكاله، ولا دي قصه مفتعله، ولا ايه بالظبط؟ طيب الكلام ليا ولا استاذ سفير؟ لحضراتكم، احنا ممكن نعملها حلقه نقاشيه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، اديني حضرتك 5 دقائق. هو ليها اكتر من محور. نمره واحد، وحضرتك إعلامية ومحترفة إعلام، مفيش في الإعلام معلومة تطلع إلا ما تكون محققة ومؤكدة، ثم حتى إذا كانت مؤكدة إزاي تدال، إزاي تتقال، إمتى تتقال، وكيفية إوالتها، مش ده الإعلام؟ لما تطلع وكالة زي رويتر وتقول بالحرف الواحد بناء على مصادر مجهلة، أبقى أنا بتكلم إعلام؟ هذا ما خرج من رويتر، بناء على مصادر مجهلة. حتى مجهلة دي كلمة لا تستعمل في الإعلام، يعني أنا أقول مصادر مفتوحة، إنما مصادر مجهلة دي كصيغة ما بنستعملهاش. ده بتثبت على ذاتها إن ما عندهاش معلومة، ما لهاش أصل في المعلومة. صحيح. طيب نمرة 2، بتتكلم رويتر الأمريكية على إيه؟ إيه دخول الولايات المتحدة الأمريكية؟ إنها عايزة تعرف، طيب عايزة تعرفي كويس، ماشي، عايزه تحشري مناخيرك لاسباب هنقولها الوقت في المحور الثاني، ماشي، انما ان انت تدعي ان امن الدوله كان موجود عنده هذا الباحث قبل ما يقتل بيوم، وانا عندي فيما راح لايطاليا شاهد اللي هو مأجر له الشقه الثانيه، الناس فاكره انه كان ساكن في المهندسين بس، لا كان عنده شقه ثانيه، والشاهد قال إن الناس جم لغاية بالليل بالأمس اللي هو أمس الصباح اللي لقوا فيه الحاجة، وكانوا بيفتشوا عليه بقالهم 3 أيام بيروحوا للولد الشقة اللي هو مأجر له الشقة. تاني يوم الصبح لقوا الولد على الطريق. يعني أمن الدولة كان بيفتش عليه 72 ساعة كشغله الطبيعي في واحد مفقود، تاني يوم لقاه بالمنظر اللي احنا شفناه الذي لا يمت لأي عائل بصر. هذه جزء. اما بالنسبه للبيان، عشان اتكلم على البيان المتفبرك ده والمصادر المجهله واللي لا يمكن يكون اعلاميا بهذه الصيغه، ومن رويتر اللي من 2011 وبدا يبقى مصداقيتها على المحك، وحضراتكم كاعلاميين فاهمين هذا الكلام. انا اقول لحضرتك، انا كنت قعدت مع رويترز انها من الوكالات اللي موجوده بنتعامل معاها.